نعم، هنا من مركز القدس عند مجمع المباني الحكومية وصل أنصار اليمين إلى هذه المظاهرة التي دعت لها عدد من المنظمات اليمينية في الساعة 6:00، أي قبل نصف ساعة من الآن بتوقيت القدس المحتلة. ولكن كما ترون من خلفنا حتى الآن الأعداد غير كبيرة، نتحدث ربما عن آلاف ما زالوا يتوافدون إلى هذه المنطقة، ولكن بعكس التوقعات الأعداد ليست كبيرة جدا، ربما لأن الليكود حزب الليكود لم يدعو بشكل رسمي أنصاره. أيضا لاحظنا يعني بعد الاطلاع على قائمة الشخصيات التي ستخطب من على المنصة المركزية اليوم، لا يوجد اليوم ولا أي وزير من حزب الليكود سيقوم بإدلاء كلمة أو خطاب في هذا المكان. هذه المنطقة هي عمليا ملاصقة لمبنى المحكمة العليا الإسرائيلية، والسبب المباشر للدعوة لهذه المظاهرة هو جلسة المحكمة التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم من أجل مناقشة أحد قوانين التعديلات القضائية التي سنها الكنيسة الإسرائيلي في يوليو الماضي، وهو ما سمي ببند المعقولية، وهو جزء من قانون أساس، أي قانون دستوري، قانون أساس القضاء يمنع المحكمة العليا من التدخل بقرارات الحكومة أو بقرارات سياسيين. وطبعا المناهضين لخطة التعديلات القضائية يقولون بأن هذا الأمر عمليا يحول إسرائيل جزئيا إلى دولة دكتاتورية. هنا لا نرى الكثير من اللافتات، ولكن من يحمل لافتة بشكل عام تهاجم المحكمة العليا هذه اللافتات. مثلا اللافتة الكبرى هناك خلف المنصة كتب عليها لا يوجد حق للمحكمة العليا لإلغاء. اليمين الإسرائيلي يقول بأن تدخل المحكمة العليا بالتشريعات التي يسنها الكنيسة الإسرائيلية عمليا يلغي حكم الأغلبية، يلغي عملية الانتخاب التي انتخبت هذه الحكومة التي شكلت عمليا الائتلاف الحكومي، ومعظم أعضاء الكنيسة 64 عضو كنيسة، ويعتبرون عمليا بأن الديمقراطية الإسرائيلية هي فقط حكم الأغلبية دون أن يعني يأخذوا بعين الاعتبار احترام الأقليات وأيضا سلطة القانون. هم ضد تدخل المحكمة العليا في هذا القانون، خاصة وأن المحكمة العليا رفضت مرتين طلبا قدم من وزير القضاء لتأجيل هذه الجلسة، تأجيل انعقادها. والسبب ربما يعود هذا السبب يعني رفض المحكمة العليا تأجيل عقد الجلسة من أجل يعني عقد الجلسة بوجود رئيسة المحكمة العليا إستير حيوت، التي عمليا ستترك وظيفتها في منتصف أكتوبر القادم، وهذه جلسة المحكمة ستكون بتركيبة كاملة لكل القضاة، أي سيشارك فيها 15 قاضيا كل قضاة المحكمة العليا، وهي تعتبر سابقة تاريخية في إسرائيل. ربما كان هنالك يعني حالة أخرى عام 1970، ولكن منذ ذلك الوقت لم يكن هنالك جلسة عقدت بكامل تركيبة المحكمة العليا، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر. التخوف الآن في إسرائيل هو من فراغ دستوري، من أن تصل هذه الأزمة الدستورية إلى أوجها. يعني إذا قررت المحكمة العليا إلغاء هذا القانون الذي سنه الكنيسة، كنا قد سمعنا قبل يومين من رئيس الكنيسة من الليكود أمير أوحانا الذي خطب في الكنيسة وقال بأن قرار إذا قررت المحكمة العليا إلغاء هذا القانون، هذا يعني بأنها تدوس على السلطة التشريعية